جميل والجميل جدا. بالفعل جيت هنا بعد ان كلفت بالتعليق على هذا الديربي، بعد ان شرفت بالتعليق على احداث 90 دقيقة. نعم اقول واتحدث عن ديربي جميل جميل جدا. جيت بمعطيات، جيت بافكار وفكرة انه لماذا هذا الديربي يصنف على انه الافضل ومن افضل 10 على المستوى العالمي. الفيفا اليوم في البريميو عملت التوقيع للماتش على انه افضل 10 ديربيات في العالم. لهذه الاسباب هنا الفرجة في المدرجات. اذا اصدقائي المشاهدين، متعة كرة القدم في الفرجة في الكرة، ولكن المتعة تكون اكبر لما تكون المباراة في سانتياغو برنابيو. اذا اصدقائي المشاهدين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المباراة التي على ابواب الانطلاق الان. مباراة قمة، مباراة منتظرة جدا، ينتظرها الجمهور. وهنا نلاحظ امتلاء المدرجات في انتظار هذه المتعة الكروية، هذه السهرة، سهرة كرة القدم. تشكيلة تتكون من مواهب فذة. إذا انتهت كل الأمور الشكلية الآن، أمور جد عالمي يا ولد. سهلها سهلها يا كبير، هدف عالمي، هدف مونديالي، ما فيش غيرك. هي استغرب 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 كأنك ما تعرفوش. اعرفوا من اللحظة، اعرفوه من الآن، اشهدوا له الحين حتى وين يسكر الشيطان. كورة ما تصدش، كورة ما تتردش. 1-0 للريال. هذه الكورة هنا، الباس هنا، الاكسلريشن، ثم يضرب الكرة في مقتل. اوفسايد، كرة في منطقة الجزاء، ممكن الاستفادة منها. اتعلم وبعدها غني وتكلم، اتكلم وحرر، بين وتبين، وقف وتوقف. انه الليدر، انه الزعيم. شوف طلب الكوره محلاه، شوف ضرب الكوره مبهاه، شوف السيناريو مزهاه. بالفعل لعبة جميلة جدا. كريم بنزيما يسجل الليلة هدفين. هو 2-0. حكم المباراة يزفر الشوط الثاني، يبدا الان ريال مدريد قدر الفريق. بيبي، اني اقول لك اني كنت متشوق لمشاهدة التمريرة اللي راح يقوم فيها. ماذا يفعل في شأنها؟ يقرر التصويب، يباغت حارس المرمى. كريم بنزيما، مش ممكن مش معقول، لاعب كانوا بالحاسة السادسة يعرف متى ووقت تمرير واستثمار الفرص.
تشكيلة تتغير من خلال تبديل الآن قرر المدرب. كان من دواعي سرورنا للأمانة أن ننقل هذه المباراة بعد لقاء كان مثير جدا. هذا عصام الشوالي ومعي صديقي عبدالله الحربي، قلكم إلى اللقاء في انتظار مباريات رياضية قادمة.